الملفات الإدارية العادية. الملف الأول هو التقرير السياسي حول الوضع السياسي والاحتمالات المستقبل، التحديات وما يمكن للائتلاف أن يفعله في المجال السياسي. هناك أيضا الملف العسكري، سيتم بحث الوضع العسكري في البلاد. وأخيرا ملف اللاجئين، وأيضا هو ملف مهم جدا، اللاجئين وجرحى. هناك مشاكل كثيرة تتعلق بضعف الدعم الإنساني، إضافة إلى العدد الكبير من اللاجئين النازحين واللاجئين لاجئين نازحين في داخل سوريا واللاجئين إلى الخارج. العدد الإجمالي في حدود 6 ملايين، وهذا عدد كبير جدا. فهذا ملف أيضا على جدول أعمالنا. بالنسبة للقضايا الأخرى، قضايا كما قلت إدارية بما فيها سماع تقارير من الحكومة المؤقتة واللجان المختلفة التابعة للهيئة العامة. وأخيرا سيكون هناك انتخابات للهيئة السياسية، تم تأخيرها بسبب الظروف وجولات جنيف المتتالية. طيب، الآن أنا ممكن أفتح الباب للأسئلة. تفضل. اليوم في الصباح تم مناقشة هذا الموضوع. طبعا الموقف الأساسي الآن هو أن الأعضاء المنسحبين تم قبول رسالة طلب العودة، فهم الآن جزء من هذا الاجتماع. نقاش حول المستقيلين بسبب وجود قرار للأمانة للهيئة العامة في اجتماع السابق في قبول أي استقالة تعتبر مقبولة فورا دون أي إجراءات أخرى. فهناك بعض النقاش حوله، لكن أنا أعتقد ما يجري هو ضمن التقاليد الديمقراطية من إظهار الآراء المختلفة، ثم في النهاية هناك آلية التصويت التي تحكم قرارات الهيئة العامة. تفضل. هل صحيح أنكم ستقومون بمناقشة إعادة هيكلة الائتلاف خلال هذا المؤتمر، وأنه أيضا صلاحيات بالتحديد صلاحيات الحكومة وصلاحية الائتلاف، خصوصا هناك خلاف على ما يبدو في هذه القضية وعدم وضوح للرؤية، هل هذا صحيح؟ وهل ستناقشون أيضا ما الذي جرى؟ سمعت أن المنسحبين يريدون أن يعرفوا منكم ما الذي جرى في جنيف 2، وخصوصا أن جنيف 2 أصبح يعني الكل يعرف أنه فشل، وأنتم قد قررتم الذهاب إليه دون أنهم كانوا يعرفون. صحيح، ما قلت صحيح حول جنيف. سيتم تقديم تقرير عن ما جرى في جنيف، وربما يكون هناك بعض التقويم. طبعا حصل تقويمات سابقة، لكن باعتبار أن الهيئة العامة لم تجتمع ولم تناقش أي تقرير يتعلق بجنيف بعد انتهاء المفاوضات، فمن الطبيعي أن يناقش الجميع هذا. وبالنسبة ل إعادة هيكلة الهيئة العامة أو الهيئة السياسية، هناك بنود ستطرح توسع من صلاحيات بعض الهيئات ضمن الائتلاف وتعيد الترتيب، لكن هذه بنود ربما بند أو اثنين، الباقي لوائح يتم اعتمادها، لوائح تنظيمية تنظم عمل اللجان وعمل الهيئة العامة وعمل الهيئة السياسية، بالإضافة إلى لوائح تنظم العلاقة بين الهيئة العامة والحكومة المؤقتة. يعني العلاقة الآن تقريبا هي علاقة حكومة تنفيذية بائتلاف يرسم سياسات عامة ويتابع عمل الحكومة ويحاسب، يعني ينظر في التقارير ويحاسب الحكومة على أعمالها، كما هو الحال في أي علاقة بين حكومة ومجلس نيابي أو برلمان. تفضل. هناك حديث أن الهيئة السياسية سيتم رفع عدد أعضائها إلى 25 عضو،
وايضا الانتخابات تكون مختلفه هذه المره في انهاء حاكم السلطات سيناقش اقتراحين سيتم مناقشتهما فيما يتعلق بتوسيع عدد أعضاء الهيئة السياسية وإعطائها صلاحيات تنفيذية بين اجتماعي الهيئة العامة. لكن طبعا من السابق الحكم على ما سيتم القرار طبعا لم يتخذ بعد، لكن هناك اقتراحات في هذا المجال. طيب اقتراح ثاني نعم الاقتراحين، هناك اقتراحان يتعلقان بتوسعة الهيئة السياسية والعدد الأعضاء في اختلاف بين هذين الاقتراحين، وأيضا حول كيفية الانتخابات، آليات الانتخابات. طبعا هذه ستناقش ويتم التصويت عليها كالمعتاد. تفضل. قبل عدة أيام أعلن الأمم المتحدة بأنه بدأ يستعد أو يعد لجريمة بلاد، هل سيتم مناقشة هذا الموضوع خلال سيتم مناقشة تقرير جنيف، ربما بعض الأعضاء تطرق إلى احتمالات مستقبلية، لكن بالنسبة لنا ليس هناك ورقة معروضة حول استمرار المفاوضات. موقفنا حاليا أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، والسبب الأساسي هو النظام وداعمه الرئيسي الدولي بالتحديد الاتحاد الروسي. طبعا طالما الموقف متشنج ومتصلب من قبل هذين الطرفين فليس أمامنا آفاق، لأن مؤتمر جنيف حول البحث في حل سياسي وعملية انتقالية. لقانا في جنيف الأخير الجولة الثانية أثبتت أن النظام غير مستعد للدخول في عملية انتقالية، بل يريد أن يسوف ويريد أن يخرج عن إطار جنيف. فما لم يتم تلافي هذا من خلال موقف دولي واضح، ربما من خلال حتى مجلس الأمن، يعني نريد قرار من مجلس الأمن تدعم روسيا يلزم الأطراف الدخول في حل سياسي ويضع يعني يضع مسؤولية على الطرف الذي يتجنب الدخول في هذا الحل.